انا عرفت دلوقتي بس يا صبحي يا علاف ان طاري عندك انت. البقاء لله يا مدام الهام. دم اختك لسه ما نشفش، استهدي بالله. قول انت اللي ايدك لسه ما اتغسلتش من دم اختي. انا فاهماك كويس قوي دلوقتي يا صبحي يا علاف، وحياه اللي حصل لها وحصل لي يا صبحي يا علاف لا هدفعك التمن غالي قوي. ما هتدفعيني التمن انا ليه؟ هو انا غلطت في حاجه لا سمح الله؟ انت اللي جيتي لحد عندي وطلبتي مني اني ارجع لك حقك، وانا رجعته. بعدين انت حبيتي تنتقمي من طارق، والموضوع جه على هوايا، قلت البسه قتل اختك، والحمد لله هلبسها له وهياخد اعدام، والفيلا هتروح للورثه يعني الذهب. بس للاسف انت هتطلعي من المولد بلا حمص، ايد ورا وايد قدام. اديك قلتها، طلعتي ايد ورا وايد قدام، يعني مفيش حاجه هخسرها. بس يكفيني اني اكتشفت مين راس التعبان اللي بيخطط ويدبر. هروح دلوقتي حالا للنيابه واحكي لهم من يوم ما شفتك قلت لي ايه وعملت ايه وخططت ايه ودبرت ايه ومين اللي المفروض يتحكم عليه، يا انا يا انت يا صبحي علاف. الهام، اوعي تفتكري اني ما عندكش حاجه تخسريها. انت بنت ناس ورجلك لسه ما عتبتش سجون. انا مش هقدر اترافع عنك لو لا سمح الله تم القبض عليك بتهمه الشهاده الزور او التواطؤ في قتل اختك بعد ما اكتشفت خيانتها. انا وانت عارفين ان طارق بريء وان انا لبستها له عشان بكرهه. عايزه تلبسيها انت؟ اتفضلي هلبسها لك في ثانيه. انت غاليه عليا قوي، ما يغلاش عليكي مؤبد او اعدام. وبعدين يا ابراهيم عملت ايه؟ رحت على البيت يا باشا، العيال كانت بتلعب في الشارع، دورت عليها ما لقيتهاش، سالت عليها كل الناس برضه ما لقيتهاش. كان في اي خلافات ما بينك وبين مراتك يا ابراهيم؟ لا خالص يا باشا، احنا حتى كنا زي السمنه على العسل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. فسر بايه وجود مراتك في فيلا طارق الكاشف؟ رغم ان ده كان محل اقامتكم. هو طبيعي يا باشا، محل اقامتنا يعني بقاله فتره كنا عايشين هناك، لان اختها الهام كان متجوزها طارق ونصب عليها في الفيلا وخدها، واحنا كنا قاعدين مع الهام عزوتها يعني قبل ما تسقط. طبيعي. هو باشا انتوا ما قبضتوش على طارق ليه لحد دلوقتي؟ ما تيجي تقعد مكاني. اسف يا باشا. مفيش أي حد في المنطقة اللي انتوا ساكنين فيها إبراهيم قال إنه شاف المجني عليها خارجة. أنا ممكن تكون خطفت. الست إلهام أخت مراتك طلعت خمس دقايق ونزلت. عادي يا باشا. ممكن تكون طلعت خبطت محدش رد. نزلت. تتهم مين بقتل مراتك يا إبراهيم؟ باشا إحنا على الله. مالناش عداوة مع حد. أنت عارف أنت ليه هنا يا إبراهيم؟ اه والله يا باشا ما اعرف. عشان مراتك على علاقه بطارق الكاشف. لا يا باشا الكلام ده، لا يا باشا الكلام ده ما يصحش. ما اعرفش حاجه من الكلام اللي حضرتك بتقول عليه ده يعني. هنعرف يا ابراهيم تعرف ولا لا. طب يا باشا معلش، بعد اذنك يعني كلام بره التحقيق. مراتي واحنا على الله ما لناش غير سمعتنا وشرفنا. أم عيالي. والنبي يا باشا استر على عيالي. أنت
تحريات سرية يا إبراهيم. طب ممكن يا باشا هاني أطلب المحامي معرفة كده يجي يحضر معايا التحقيقات دي؟ حقك طبعا، أطلب المحامي. قبضت فيها كام المرة دي يا إبراهيم؟ دي اللي بتقولي ده؟ ولا المرة دي ما قبضتش عشان تنتقم لشرفك؟ مش هرد عليك. ما انت مش هتقدر ترد. هترد وتقول ايه؟ انت متعود على كده. أنا ليه شايفاني قتل قتلة؟ اه أفكرك، مش انت اللي قتلتني؟ ها؟ لحقت تنسى؟ ما هو زي ما انت فضحتها هي فضحتك. أنا هستحملك بس في التخاريف دي عشان عارف اللي حصل لك. بس التخاريف دي بره ما ينفعش ترجوها ليه؟ لم احنا خلاص مالناش غير بعض. أنا بقيت سندك. سنة دي؟ أنت آخر مرة هتشوف وشي فيها. أنا بقى بيني وبينك بدل الطرطارين. أنا هستحمل كنانك ده هنا بس. الكلام ده ما ينفعش ترجوه. كانش عشان أنا عشان خاطر العيال. العيال بيوت. عايزهم بيوت أم وأب. مين اللي هيربيهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. روح يا شيخ. ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل. انتي متجوزة إلهام؟ مطلقة. من طريق الكاشف. مظبوط. بس كنتوا عايشين في نفس البيت، وإبراهيم جوز أختك قال إن انتي كنت جايباهم عشان خاطر يحموكي. صحيح، ده حصل. إيه طبيعة العلاقة اللي كانت ما بين طليقك وأختك رغم الخلافات اللي كانت ما بينكم؟ يعني هي كانت دايماً ترد بالنيابة عني، كانت دايماً بتاخد لي حقي، كان يعني طول الوقت كانوا كده. مرة واحدة بس اللي دخلنا عليهم لقيناهم بيضربها، وبعدين جوزها دخل وضربوا، يعني تشابكوا بالإيدين. بس دي حصلت مرة واحدة، وأنا دخلت فضيت الموضوع وزعقت وكده. بس هي دي المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا. يعني انت عارفة ان احنا لقينا في هدوم أختك موبايل عليه فيديو بتتهجم على طليقك؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا اول مرة اعرف حاجة زي كده. ثباتك الانفعالي وهدوءك غريب رغم المفروض ان اختك مقتوله واحنا بندور على القاتل. اديك قلت مقتوله. مهما كان مين اللي قاتل هي مش هترجع لي تاني. العلاقه ما بين جوز اختك واختك كانت ماشيه ازاي اخر فتره؟ طبعا دي حاجه الله اعلم بيها، بس هما طول عمرهم يعني زي اي زوج وزوجه، اختلفوا واتخانقوا وتصالحوا عادي. يعني اخر مره رحت لها امتى؟ اليوم اللي حصل فيه ده. ما كلمتهاش قبل ما تروحي؟ لا. رحت لها ليه؟ رحت لها علشان كانت مختفيه بقالها فتره وكنت عاوزه اطمن عليها. طلعت عندها وقعدت معاها 5 دقايق ونزلت على طول. لما كنت عندها ما كانش باين عليها اي قلق، حد بيهددها، خايفه؟ لا 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 خالص، ما لاحظتش اي حاجه من الحاجات دي. أنا اتكلمت معاها كده زي ما قلت لحضرتك 5 دقايق ونزلت فعلا على طول. تتهمي مين بقتلها؟ طارق.